ايوه اجل، احنا هنتكلم عن الكوره في الفيديو ده. بص انا عارف ان هي حاجه غريبه ان اكلمك عن الكوره، بس اللي بيحصل في السعوديه حاجه فعلا تستحق الدراسه. كره القدم السعوديه واخبارها حاليا بتتصدر الصحف والمجلات العالميه وكل المواقع. اشهر لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، واللي قبل كده قال انه مش هيلعب في دول الخليج، حاليا لاعب في فريق النصر السعودي. ومش هو لوحده، انت كل يوم تقريبا بتسمع عن اسم جديد بينضم للدوري السعودي، واسم جديد من لعيبه الكلاس A في كره القدم، من اول كبار السن واللعيبه اللي عقودها خلصت لحد شباب لسه قدامهم سنه سنتين اربع سنين حتى في التوب ليفل، ويقدروا ان هم يواكبوا اللعبه في اوروبا. سابوا اللعبه في اوروبا ودلوقتي بيروحوا على الدوري السعودي. فيلا بينا ايها السادات والساده نتكلم على اللي بيحصل في السعوديه، ازاي الكره في السعوديه اتطورت للشكل اللي احنا شايفينه ده، وايه اللي السعوديه بتطمح ليه قدام كمان. يعني علشان احرق لك، السعوديه مش بس هتقف عند المستوى ده، لا هي هتتطور اكتر، بس ازاي ده اللي هنعرفه طبعا في هذا الفيديو. فهنا اتاكد انك عامل لايك مشترك في القناه، مفعل لكل التنبيهات عشان تجي الحلقات الجاية أول بأول أو الفيديوهات الجاية أول بأول. شكرا طبعا لداعمين المحتوى عن طريق باتريون فودافون كاش وباي بال، واللي كلهم طبعا موجودين في صندوق الوصف. كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي عملوا كانتر زرار جوين أو انضمام اللي موجود جنب سبسكرايب أو اشتراك. وخلينا نبدأ. تاريخ الكرة في السعودية بدأ من زمان جدا مع بدايات انتشار اللعبة أصلا في البلاد اللي حوالين السعودية، لكن البداية كانت باهتة مش منظمة ولا مفهومة. لا يخفى على الجميع أن السعودية فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي، واللي بيشد إليهم الرحال كل عام بأعداد مهولة، وطبعا الشعوب اللي بتروح للمملكة بينقلوا ثقافتهم للشعب اللي فيها. ومن ضمن الحاجات اللي اتنقلت للسعودية كانت كرة القدم، على الرغم من أنها كانت حاجة يعني غير مستحسنة عند كبار القبائل والناس الكبيرة في السن، إلا أن الأطفال والشباب كانوا متعلقين جدا بالرياضة دي. لكن الضغط المجتمعي خلى فكرة تحول كرة القدم لحاجة رسمية تتأخر لحد ما وصلنا سنة 1951، اللي اتلعب فيها أول بطولة منظمة في السعودية بنظام الكأس، أو اللي هو خروج المغلوب. والبطولة كانت تحت تنظيم وزارة الداخلية تحت اسم كأس الأمير عبد الله الفيصل ابن عبد العزيز آل سعود. الكلام ده كله كان بيحصل خلي بالك ولسه أصلا ما فيش اتحاد كورة جوه السعودية، لأن الاتحاد السعودي اتأسس سنة 1956، وفي نفس السنة دي انضم الاتحاد السعودي للفيفا وللاتحاد آسيوي لكرة القدم. علشان من اللحظة دي يبدأ يكون عندنا هيكل واضح لكرة القدم السعودية، وإن كان مش بنفس تطور دوريات تانية زي الدوري المصري في نفس الفترة الزمنية. يعني في السعودية كان إيه اللي بيحصل؟ كرة القدم كانت بتتلعب إزاي؟ النظام في الكرة السعودية وقتها كان ماشي بصورة التصفيات، بتحصل تصفيات بين أندية مكة وجدة، وبعد كده بين أندية الرياض، وبعدها في المنطقة الشرقية، بعدها تصفيات بين أندية القصيم وأندية الحائل، واللي بيتأهلوا بقى من التصفيات دي كلها بيلعبوا مع بعض كأس الملك. وده كده يعتبر الشكل العام في الكرة السعودية لحد ما وصلنا لسنة 1974، اللي اتعملت فيها أول نسخة للدوري السعودي، واللي تم اعتماد فيها موضوع النقاط زيه زي أي دوري النهاردة، اللي بيكسب بياخد 3 نقط واللي بيخسر بياخد 0، والتعادل كل فريق بياخد نتيجته نقطة واحدة. وبدأنا فعلا سنة 1975 أول دوري في السعودية تحت رعاية الملك فيصل. لكن اتصدم الشعب السعودي وشعب الوطن العربي في وفاة الملك فيصل بعد بداية الدوري ب 33 يوم بس، فتم الغاء الدوري في السنه دي حدادا على روح الملك. فتقدر تقول ان البدايه الفعليه للدوري السعودي كانت سنه 1976، اللي فاز بيه نادي الهلال وقتها من اصل 8 انديه كانوا مشتركين في هذا الدوري. ولما اول دوري ده نجح زاد عدد الانديه علشان يوصل ل 10 انديه، وفي سنه 1978 يعني في الدوره الثالثه للدوري حصل قرار مهم جدا، وهي ان السعوديه بتفتح الابواب للاعبين المحترفين علشان يجوا يلعبوا في السعوديه. ونجح نادي الهلال انه يعمل صفقه مدويه وقتها بانه يتعاقد بكابتن فريق البرازيل روبرتو ريفالينو. بس خلينا نقول ان النظام في الدوري السعودي كان بيتغير كل فتره. مثلا سنه 1982 السعوديه كانت بتشارك في تصفيات كاس العالم. جدير بالذكر هنا ان الدوري في السعوديه كان متقسم لدوريين، دوري ممتاز ودوري درجه اولى. الدوري الممتاز ده يعتبر في مصر مثلا، لو انت عارف الدوري في مصر ماشي ازاي، هو دوري الدرجه الاولى او الدوري المصري الممتاز، ودوري الدرجه الثانيه عندنا موازي للدوري الدرجه الاولى في السعوديه. المهم يعني ان في الموسم دوت علشان الحدث الاستثنائي اللي كان حاصل بيتم بدمج الدرجتين مع بعض، وتتقسم الفرق على مجموعتين ويلعبوا مع بعض، والاول والتاني من كل مجموعه في النهايه خالص يلعبوا مع بعض كاس، واللي يكسب في النهائي يكون هو البطل. بص هي الدنيا فضلت ملخبطه، وفضل الاتحاد الاسيوي يعاند مع الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي يعاند مع الاتحاد الاسيوي، لحد ما وصلنا لسنه 2007 لما الاتحاد الاسيوي فرض على الاتحاد السعودي ان هو يعمل بعض الحاجات علشان الدوري يبقى دوري محترفين. ومن بعدها ويمكن يعني بعدها بكام سنه كده بدا الدوري السعودي يكون دوري قوي جدا، ليه صيت
ومسمع في المنطقه العربيه. اللعيبه بتوع منتخب السعوديه بداوا يكونوا مشهورين، كل فريق بقى فيه نجم او نجمين معروف اساميهم. بس من النقطه دي بقى عايزين نقفل التاريخ. انا قلت اديك باك جراوند عن الدوري السعودي، خلونا بقى نبدا كلامنا عن اللي بيحصل دلوقتي. الحقيقة من كتر سرعة الأحداث والقرارات اللي عمالة تصدر من المملكة العربية السعودية فيما له علاقة بكرة القدم، الواحد ما بقاش عارف يبدأ منين ولا منين. بس خلونا نبدأ برؤية 2030 برعاية ولي العهد محمد ابن سلمان اللي ليها كذا محور، واحنا مهتمين هنا بالمحور الرياضي طبعا. من سنة 2018 واحنا شفنا بعض اللمحات كده اللي ليها علاقة باستثمار المملكة العربية السعودية في كرة القدم، ويمكن احنا في مصر لنا سابق معرفة يعني بالاستثمارات السعودية فيما له علاقة بالاستثمار الرياضي في مصر، لما تم شراء نادي الأسيوطي وتم تحويله إلى نادي بيراميدز، ومن بعدها تم شراء نادي الميريا في إسبانيا، وكل ده كان تحت اسم المستشار تركي آل الشيخ. بس تقدر تقول إن كل اللي فات ده كان تجربة للخطوات الأكبر بقى، واللي هيعملها صندوق سيادي سعودي اسمه صندوق الاستثمار السعودي أو صندوق الثروة السعودي، سميه زي ما أنت عايز. الصندوق ده في الأساس كان هدفه إنه يستثمر في كذا مجال تاني زي العقارات زي المعادن وطبعا كرة القدم وغيرها من القطاعات، لها هدف واحد ان المملكة العربية السعودية يكون ليها اكتر من مصدر للدخل غير النفط. ومن هنا اتفاجئ كل العالم سنة 2021 ان صندوق الاستثمار السعودي ده اشترى نادي في انجلترا، نادي في الدوري الانجليزي، وهو نادي نيوكاسل. اللي حصل وقتها كان مختلف، كل الناس حتى مشجعين نيوكاسل كانوا مستنيين ان صندوق الاستثمار السعودي يشتري لهم ميسي ورونالدو ونيمار ومبابي ومحمد صلاح وكل اللعيبة اللي ليها عقود عالية جدا جدا في الكرة العالمية، يكون باريس سان جيرمان بس بتاع انجلترا. لكن بتحصل مفاجأة، وهي ان نادي نيوكاسل على الرغم من انه بقى اغنى نادي في العالم ما بيشتريش غير اللعيبة اللي هو محتاجها بس، والمدرب بتاعهم اللي هو ايدي هاو مدرب لسه صغير في السن شغال على بروجكت كبير وعلى مدى طويل والصندوق بيدعمه في ده. هنا دي حاجة بتديك لمحة عن شكل الاستثمارات السعودية، استثمار ولكنه مدروس. بس خلي بالك كل اللي قلته لك دوت عبارة عن استثمارات بره السعودية. هو ايوه استثمار وكده كده بيدر عائد مادي على السعودية، لكنه بره، ايه علاقة ده بالدوري السعودي؟ هنا بقى بندخل على الوقت الحالي اللي بيتصدر المشهد فيه فيما له علاقة بالرياضة في السعودية، وزير الرياضة عبد العزيز ابن تركي آل سعود اللي اعلن من فترة مش بعيدة عن حاجات كتير بتبين ليك السعودية اهدافها ايه، من اللي بيحصل ده كله وبيعملوه ليه. مبدئيا كده صندوق السيادة السعودي قرر ان هو يستحوذ على 4 أندية، الهلال والنصر والاتحاد والاهلي. بنتكلم على ان صندوق الاستثمار السعودي هيسيطر على 75% من إدارة الأندية دي، وهنا احنا بنتكلم على مئات الملايين من الدولارات بدون اي مبالغة في خزن الأندية دي. وهنا تسألني سؤال، صندوق الاستثمار السعودي ايه الهدف من ان هو يعمل حاجة زي كده؟ الاجابة كانت ان حسب الرؤية فالسعودية بتستهدف ان الدوري السعودي يكون من ضمن اقوى 10 دوريات على مستوى العالم في الوقت اللي هو فيه حاليا رقم 58. وايه اسهل حاجة ممكن اي دوري يعملها علشان يعلى في الرانكينج بتاعه؟ اسهل حاجة يعملها انه يتعاقد مع النجوم، النجوم اللي قدروا ان هم يحققوا اكبر الانجازات الممكنة، يكونوا اساطير في انديتهم او اساطير في اللعبة كلها في تاريخ اللعبة، يضموا اسمائهم الى الدوري السعودي. دي حاجة بتزود من قيمة النادي، وبالتالي لما يبقى فيه كذا نادي عندهم نجوم دي حاجة بتزود من قيمة الدوري، عوائد البث والإعلانات بتكون أعلى بكتير جدا، والقيمة التسويقية ككل لكل حاجة في النادي بتعلى جدا جدا. وهنا برضو في نقطة كمان، الأندية دي قيمتها دلوقتي بعيدة جدا عن أي فكر اللعيبة اللي بتلعب في أوروبا بتفكر فيه. اللعيبة اللي بتلعب في أوروبا دايما بيكون نفسها إن هي تحقق أكبر إنجاز في الكورة، إنما اللعيب اللي هيروح الدوري السعودي أكبر إنجاز بالنسبة له هيكون دوري أبطال آسيا أو كأس العالم للأندية. ودي علشان نكون صراحة مع بعض بطولات مش مشهورة قوي. ايه اللي ممكن يقنعهم ان هم ييجوا؟ صندوق الاستثمار السعودي، الفلوس الكتير جدا. اغلب اللعيبة اللي السعودية بتتعاقد معاهم هم اسامي كبار جدا، لكن مفيش اي نادي دلوقتي عنده سعادة ان هو يدفع في لاعب زي كريستيانو رونالدو سنه تجاوز 38 سنة يدفع له مرتب ضخم جدا. لكن كريستيانو رونالدو انتقل في صفقة خيالية لنادي النصر السعودي، لاعب عنده 38 سنة زي ما قلت لك، بيعمل عقد لاعب في البيك بتاعه ومن اساطير الكره كمان. مفيش دوري ولا نادي في العالم ممكن يعمل ده ابدا، لكن الدوري السعودي عارف ازاي استثمر في لاعب بحجم كريستيانو رونالدو ويسوق له ازاي، يسوق للتعاقد ده ازاي. ودي حاجه بانت لما تم الاعلان عن الخطط طويله الامد وقصيره الامد فيما له علاقه بالدوري السعودي. يعني تخيل معايا ان في الخطط قصيره المدى من المخطط ان الانديه الاربعه اللي هم الهلال والنصر والاتحاد والاهلي يكون عند كل فريق فيهم 3 لعيبه من الكلاس A في المستوى العالمي لكره القدم، واللعيبه الكلاس B او
سي يتم برضو التعاقد معهم او برضو يتم توزيعهم على بقية الاندية في الدوري بحيث ان يبقى فيه تكافؤ في الفرص في حالة طبعا ان الاندية التانية دي احتاجت تدعيم. وبالتالي بنشوف كريم بنزيما اللي هو معشوق جمهور الملكي ريال مدريد الحالي بيسيب ريال مدريد بعد ما بقى اسطورة النادي وبيمضي مع فريق قمة زي الاتحاد السعودي، ومعاه كمان بينضم انجولو كانتي، الهلال بيتعاقد مع روبن نيفيش، كاليدو كوليبالي، بالينكوفيتش سافيتش، والتلاتة لعيبة لسه قدامهم كتير يقدروا ان هم يقدموه في اوروبا. النصر بيخلص مع لاعب زي بروزوفيتش علشان يكون هو كمان جنب رونالدو. الاهلي السعودي بيجيب ادوارد مندي وروبرتو فيرمينو، واحد من تشيلسي واحد من ليفربول، ولسه في صفقات كتير بتتم ولسه هتتم في السنين اللي جايه. كل ده بيخليك انت كمحب لكره القدم مش مصدق ان في لعيب اصلا في التوب ليفل موجود في دوري عربي. سهل عليك انت كواحد في المنطقه العربيه او كواحد في اسيا ومنطقه افريقيا انك تروح تتفرج عليه وهو بيلعب في الملعب، في حين ان انت كان صعب جدا انك تروح اوروبا علشان تتفرج عليه. ولو مش هتقدر ان انت تسافر علشان تحضر ماتش من الماتشات دي، فانت كل اسبوع او كل شهر مستني ديربي 2 3 من ديربيات السعوديه علشان تشوف مثلا كريستيانو رونالدو بيلعب كريم بنزيما. ويكون السؤال الاهم في اي ماركاتو، الدوري السعودي جاب مين؟ السؤال الاهم الثاني عند اي مشجع لكره القدم، يا ترى هتشجع مين في الدوري السعودي؟ بس خليني اقول لك ان كل دي حاجات يعني ملهاش علاقه بالتخطيط قوي. انت كالسعوديه معاك فلوس كتير جدا قدرت ان انت تصرفها في الاماكن الصح علشان تقدر تاخد نتيجه سريعه حاليا، لكن المدهش بقى هي الخطط طويله الامد اللي موجوده عند السعوديه، اللي تقدر السعوديه عن طريقها انها تجيب عوائد اكبر وترفع اكتر من قيمه كره القدم والدوري السعودي. كذا محور هتقوم عليهم الكرة في المملكة العربية السعودية بداية من السنة دي ومرورا بالسنين اللي جاية. المزايا في المحور اللي هقولها لك دي انها بتبني اجيال للمستقبل، مش بس بتجيب لاعيبة جامدين من بره اجانب كلهم عن المملكة العربية السعودية ويلعبوا كام سنة في التوب ليفل وبعد كده يمشوا ونجيب بدلهم لاعيبة اجانب تانيين. لما اقول لك المحور دي هتفهم هما بيفكروا في ايه. اول محور عندنا ان تم الاتفاق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم على مدة 5 سنوات. في ال5 سنوات دول الاتحاد السعودي ليه الاكسس الكامل جوه افريقيا انه يستكشف عن المواهب الافريقيه. احنا عارفين ان افريقيا والملاعب الافريقيه تعتبر هي اكبر مصدر للاعبين كره القدم الى الخارج، منتخب فرنسا اغلبه متجنس من افريقيا، فدي حاجه تقدر المملكه العربيه السعوديه عن طريقها انها تستقطب المواهب اللي موجوده في افريقيا، تديها فرصه عندها وتصرف عليها، وبالتالي المواهب دي هتكون استثمار كبير بعد كده. بس برضو بالمحور ده احنا لسه معتمدين على الاجانب. خد عندك بقى حاجه ليها علاقه بالسعوديين نفسهم. من ضمن الرؤية ان سنة 2030 يوصل عدد اللاعبين السعوديين اللي بيلعبوا في كل الدرجات والمسجلين عند الاتحاد السعودي لكرة القدم من 21,000 لاعب كرة قدم لحوالي 200,000 لاعب، بنتكلم على 10 اضعاف في فترة قليلة جدا. ويمكن الحاجة اللي هتخلي فكرة ان يبقى في اقبال على لعب كرة القدم فكرة وجود النجوم عندك اصلا. انت عندك رياضة بيلعب فيها قدامك انت شايفه بعينيك واحد من اساطير كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو، فانت كشاب افريقي سعودي اسيوي تحت السن او حتى كبير هتبقى عاوز ومقبل انك تسافر على السعودية وتلعب في السعودية كمان، لان السعودية مليانة نجوم هتتاح ليك الفرصة انك تلعب مع كل النجوم دول. وكشاب سعودي هتبقى انت كمان مقبل على الرياضة لان انت قدامك كذا رول موديل في مجال انت ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام هتشوفهم بعينك وهم بيلعبوا في اندية سعودية ومع لعيبة عرب، وبالتالي دي حاجة هتلاقيها بتأثر على المجتمع كله. المشاركة في الاحداث الرياضية سواء عن طريق اللعب او التشجيع او حتى الفرجة على التلفزيون هتلاقيها بتزيد، التفاعل مع الرياضة كنشاط صحي هتلاقيها في ازدياد مستمر. وهنا احنا مش بس بنتكلم على كرة القدم، عدد الاتحادات الرياضية في كل الرياضات التانية برضو في تزايد مستمر، عدد المشاركين في كل الرياضات في تزايد مستمر، اهتمام الناس بالرياضة في تزايد مستمر، كل دي حاجات هتلاقيها بتأثر في النهاية على الفرد والمجتمع. الصورة النمطية بتاعت ان الشخص السعودي شخص غني جدا مع فلوس كتير وبياكل اكل كتير جدا ووزنه زايد دي بالتدريج تبدأ تقل ان لم تكن هتنتهي مع العشر سنين او العشرين سنة اللي جايين. وبالمناسبة دي مش اهانة خالص لاخواتي السعوديين، الاحصائيات بتقول ان 60% من الشعب السعودي بيعاني من زيادة في الوزن او السمنة المفرطة، وبالتالي الدولة نفسها بترعى فكرة الرياضة، فكرة ان كل الناس تكون بتمارس الرياضة علشان ده في النهاية هنعكس على صورة المجتمع. 60% دول لا، احنا عاوزينهم 50-40-30-10% ومش عاوزين نسبة خالص. وده كله بدأ عن طريق الخطة اللي بدأت بوجود اسطورة
اسطوره من اساطير كره القدم عندك بيلعب فيه الدوري بتاعك، ودي نقطه ليها علاقه ببناء الخطط اصلا. لما بتيجي تبني اي خطه مصيريه او خطه كبيره جدا لازم يكون عندك قاعده انك مفيش اي خطوه من خطوات الخطه دي او اي حاجه هتعملها جوه الخطه الا لو هيترتب عليها نتائج تانية كبيره تدفع الخطه بتاعتك للامام وبشكل سريع. انت جبت رونالدو، جذبت الناس في المقابل للرياضه لان الناس بقوا واثقين فيك ان كمان 10 سنين هتقدر تجيب هالاند ومبابي. فانا كطفل او شاب عاوز العب معاهم واكون مشارك معاهم جوه اللعبه، هبدا من دلوقتي ان انا ادخل عالم الرياضه. الشباب الصغير شبه متاكد انك في يوم من الايام بالخطه اللي انت ماشي بيها دي هتنظم كاس العالم وممكن كمان تنظم اولمبياد، فكله هتلاقيه بينحت في الصخر علشان يشترك في اي رياضه علشان يوم ما الاولمبياد تتعمل عندك بالفعل وهم متاكدين ان ده هيحصل يكونوا مشاركين فيها في قلب الحدث. وطبعا كاي شغل استثماري هم متاكدين ان ده هيجيب عوائد وعوائد مهوله كمان. بس الجزء الاهم علشان تجيلك كل الحاجات دي ان يكون عندك اراده حقيقيه ويكون كمان عندك خطه انت شغال عليها، حتى لو كانت الخطه دي بتطبق على كره القدم. عملتها النهارده في كره القدم ونجحت، تقدر تعملها في الحاجات الاهم زي الصحه والتعليم وغيرها من المجالات وساعتها برضو هتنجح، بس يكون في خطه واراده لتنفيذ هذه الخطه. وبس كده يا صديقي، دي كانت قصة كرة القدم في السعودية. حقيقي انا اتبسطت جدا وانا بحضر الحلقة دي. اللي بيحصل في السعودية ده حاجة تدعو للسعادة والفخر. هتقول لي ليه يا عم هم يعني عملوا مفاعل نووي ولا اخترعوا سر الكون؟ هقول لك لا طبعا، بس احنا ليه ندخل الموضوع في المقارنة دي اصلا؟ كرة القدم دلوقتي كمجال بقت صناعة ضخمة، صناعة بالمعنى الحرفي للكلمة. صدوق السيادة السعودي اللي بيصرف ملايين ويمكن مليارات على كرة القدم بيجيله قصادها مليارات اكتر واكتر واضعاف اللي هو بيصرفه. هم مش داخلين الجيم دي علشان يقعدوا يدفعوا فلوس وخلاص، مش اللي معاه قرش محيره يشتري حمام ويطيره، لا، هم القرش اللي بيصرفوه بيجي لهم اضعاف نتيجه لانهم بيصرفوه في الاتجاه الصح. فيعني كل التوفيق للاشقاء في السعوديه، وقولوا لي من خبرتكم بالدوري السعودي اشجع مين في الدوري السعودي، وطبعا اشرحوا لي ليه الاختيار ده في التعليقات. وبس كده انا خلصت كلامي، فاتاكد انك عامل لايك ومشترك طبعا في القناه وفعل كل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول. شكرا لكل الداعمين لينا عن طريق فودافون كاش، باي بال، باتريون، ولكلهم طبعا موجودين في صندوق الوصف. كمان شكرا لكل الناس اللي انتسبت على القناة او اللي دست على زرار جوين وانضمام اللي موجود جنب زرار سبسكرايب او اشتراك. واشوفكم في حلقة قادمة، وسلام عليكم.